يضم كسر مخرجي كسر هالجهه كيف وعدك لا فروض هذه اختك جيك مراكب ذهبي وعندها بنتها كينزو نقول لك يا ولدي على وجه الله واش دل ضرب دير ندير ضربها ندير لا حول ولا قوه الا بالله مالك انا خايفين كي مش نضرب شنو ما تحكيش قلت عاد خايفين وراها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن في حلقة جديدة ومختلفة على الحلقات الأخرين. هذه المرة جبنا لكم أنكا فريمون حاجة توجع القلب. ما عليناش. مرحبا بكم في حصة الوسيط وإن شاء الله نتمنى نكونوا حنا نتوما والضيف اللي يكون معايا وسيط تاع خير إن شاء الله باش نريقليو المشاكل. بدون إطالة الضيف تاعنا غيلاس. غيلاس كون شامبيون دو مون تاع الكيك بوكسينغ. مرحبا بك غيلاس. السلام عليكم مستر ابي. شلونك غيلاس لاباس؟ ربي يبارك فيك. نوري لك سعاد وين هي عايشه. رحنا ضربنا لها طله جبنا لكم الفيتيات. هنا رانا متواجدين في عين المكان. هنا كاينه اون دام اللي عيطت لنا ابارامون راهي كيما نقولوا حنا مقهوره. معليش واسمها مدام سعاد. زكات الروح. سلام مرحبا بكم. تفضل. الله يحفظك. واش نقول لك الاخت انت يا عيطينا وكنتي تنسيستي شحال ولا ننسيستي وشحال ونحوس عليك. الحمد لله يا ربي كي جيتوا عندي وان شاء الله يا ربي نحط لكم القضيه تاعي بين يديكم ويفرج ربي بربي ان شاء الله. شوف قلبي راه معمر واش نحكي لك قليل. انا كنت عايشه مع راجلي مع الزوج تاعي توفى دايم الله الله يرحمه ويوسع عليه. خالتي سعاد بعد ما توفى زوجها لقات روحها هي وبنتها مرميات في الشارع واللي رماها هو أخوها العزيز. وفوق هذا الشيء زادت عرضت خالتي سعاد للضرب من طرف وليد خوها. أنا حاب المشاهد الكريم يشوف أنتي وناكي ساكنة. تفضل. خالتي سعاد مسكينة ناس مؤمنين هما اللي بناولها هذا الدار الفوضاوي. اليوم خالتي سعاد جات للحصة تشكي همها. انت شفت دوكا حالة المقهورة اللي راهي هنا. خليني نوري لك فيديو. كما شفتوا مقبلة وين راح لهذيك لهذيك المرأة وين ساكنة بالورد تاعها المندبة الكبيرة. ديروا في بالكم بلي المرأة هذه نورمالمون راهي ساكنة هنا. المرأة هذيك الحق تاعها راهو هنا. معليش بلوس دو ديتاي. نشوفوا خوها، خوها قال لك انسان مولا خير. مي دوك نشوفوا المولا خير هذا. اروح راك تتبع يا غيلاس وراك تتبع القصه. يا سلام تبع تبع غيلاس غالي على البراكه تاعها. السلام عليكم. اهلا خويا غيلاس واش راكم لاباس بيان؟ طلع مي عبد الرحمن. نعم الشيخ باباك دومونداو حبوا يشوفوه في الحصه تاع خير باسكو باباك دار حاجه مليحه. ربي يحفظك. انا هنا خويا انا هنا يا با بروبليم. غيلاس مي ولكن سعاد كاين حاجه ما بالكش بها. ما من المشاهد ما على بالوش بها والجمهور ما بالوش بها. حنا كي نديروا حصه ونتبعوا ان كا تبعوه صافي با دير كو ما امناكش ولا حاجه لله. مي ولكن لازم نسمعوا للطرفين. لهذا جبنا خوك والحكار هذاك. بعد الفاصل بعد الفاصل انا ولينا لكم. اراو هنا الاخ محمد المحمد اللي هو ابن عمي عبد الرحمن اللي عيطنا له ومام طو غيلاس راك ساكت يا هو الخوف يطبق هذه الكلمات اللي يقول خوف من الواد الساكت يا درا ايه راح تدينا يا غيلاس بتاعي. على كل حال انا ما خليتوش يدخل. نعم انا ما خليتوش يدخل. انا تا ما خليت باسكو شافها. مي شافها هذه اختو اختو هو انا ما استعرفش بها. مي ولكنها عمتك. ماشي عمتك. ماشي عمتي. ما نعرفك ما تعرفيني. انا سالفي بابا عندي بابا واحد سالفي بابا منكم لا فامي من حوش نفس ربيت الفوق فوق حبيت نفسك محمد. انا اعطينا المشكل اللي عندك مع عمتك. المشكل تاعي مع هذه سيكو هي كانت ساكنه مع راجلها. راجلها توفى جات تزاحمنا في الورد. واش تزاحم ما عندهاش عليه من وين؟ تزاحم في الورد وما تدي والو. على كل حال بقى كلش على اساس. غير تفضل. اذا تبع. السلام عليكم خويا. وعليكم السلام. حبيت نسقسيك برك ندخل روحي انا ماشي صحيح وكا خليها كاع عمتك ولا مش عمتك. اسمح لي برك بصيفتك شكون باش تدخل؟ ما يهمك هذا وسيط تاع خير.
ماشي مش انا نقول لك غيلاس شحال راك كالم 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 صح على بالي شويه هكذا ما بقات لا كالم لا يديك لا يجيبك هذه خليها عمتك ماشي عمتك ولا عرسها يعني اسمح لي تعرفش بها كاع علاش اوكي انت كراجل مزيه رانا في بلاطون كيفاه مزيه رانا في بلاطون الناس يشوف ما واش دل ضربها ندير ندير ضربها ندير دوك انت تعديت على مرا اسمح لي ابيك دوك تجيك مرا هكا برانيه كاع تجي بار اكزومبل سوا ديزون تسكن هنا في اسمها هذه الدراريه هذه تجيك مرا كي ذهبي وعندها بنتها 15 زون نقول لك يا ولدي على وجه الله براني براني مش بها ما نديش كونفيونس براني يا حويا حد من قلبك يا سي محمد انا نسالفي بابا حد من قلبك صافي بابا باباك اباك يجي تقدر دراهمي خلاصو اباك بلي ربي رزق بين ليله وضحات تقدر تولي انت اكثر اكثر منها زوالك ما كاش كيف عندي دراهم ما كاش كيف عندي دراهم لا حول ولا قوه الا بالله معليش تاك تشوف هكا النظره تاعك ومحتاج لا لا تضرب مراه ديجا تقدر واحد يضربك يماك كان كسر لها رجليها تقدر واحد يضرب في بلاطو وكان كسر لها رجليها والله غادي يكسر لك وجهك سي بوسيبل نعيطوا لباباك فاصل نعيط والله قيديه قيديه مليح نرجعوا لك استغفر الله بعد الفاصل انا عودنا ولينا راهو معنا الاب الحاج عبد الرحمن اللي هو اخ تاع سعاد الحاج السلام عليكم الحاج حاج عبد الرحمن مرحبا بك مرحبا بك بيك 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 اسمعش مليح راهي معنا سعاد الاخت تاعك معاده سعاد سعاد الاخت تاعك راهي معنا في البلاطو تكون اختك اختك سعاد وين راه اي هنا معنا وين سعاد هنا اي هنا وين راه سعاد 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 روحي ليه تشوفي غير ما تلحقيش ليه كيفاش ما تروحش ليه غير ما تلحقيش كنت عاد خيتي وراه روحي كيما روحي ما تروحش ليه سعاد انا بخيتي انا بخيتي يا قبي انت بجيبك كنت عم يكون قلت 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 كنت سعاد لا بروف هذه اختو كنت سعاد حيت لها اخوها صح اخويا انا عزيز يموت دير له هكا تفضل يا امي راك فكري راك فكري حتى مات مجار انت راك يا تما ايوا تفرق بين اخويا سعاد اروح يا خليني بخيتي معليش معليش سعاد اروح اقعد اقعد غير ناس دوك دوك سعاد اروح يا سعاد اروح يا روح يا ضم كسر لك رجلي كسر لها رجلي ها هيا يا جراندايزر عدوك كاميرا كاتي كاميرا كاتي كاميرا كاتي كاميرا كاتي هذا هو الموقف تاع الرجل الجزائري يا غيرة على بيها عيط لك حسك على بالي قلبك قلبه عادي يا بحي خبطنا في كثير رحنا قاع رحنا بي ثلاثة عباك تلعب كل شيء عباك الجزائري يكوني بورصة عباك الجزائري شوف اللي كوني بورصة اللي يجي وين يجي تلقى شاوي قبيلي منوها من مغنية من تامر راست الدم تاع الجزائري الجزائري عانى الحقرة عانى الحقرة سوف ندير احنا مما لحقناش الحقرة هذيك تاع لي زاني 54-62 تحكي شغل بقات في الدم احنا ورثناها الكره تاع الحقرة ورثناها لعب الجزائري لعب معاه في كلش بصح ما تلعبش معاه في الحقرة اخويا صحة فطوركم صحة رمضانكم كل عام وانتم بخير ان شاء الله يا ربي تسلموا حوال العباد والبلاد ان شاء الله امين يا رب